في الجلسة الثانية للجان المشتركة لمناقشة مشروع قانون الكابيتال كنترول، وصل النقاش إلى المادة الثالثة من القانون المؤلف من 12 بندا. في الجلسة الثانية حضر وفد عن لجنة المدعين من نقابة المحامين لوضع ملاحظاتهم على مشروع القانون المقترح. كان عندنا ملاحظات أسرناها حتى ما أطول الحديث عليك، مبنية على شغلتين: أولا على حفظ حقوق المدعين، ثانيا على الحقوق الدستورية المحفوظة لكل مواطن بالتقاضي، ونحن أسرنا هالنقاط هذه على أمل أنه المادة 12 أحكام عامة اللي هي بتضرب عملية التقاضي وبتضرب عملية ولوج المودع إلى العدالة، هاي نحن ما رح نخليها تسير، وبالتالي رح نعطي رأينا التقني فيها. المصارف كانت حاضرة في اللجان أيضا، سواء عبر محامي جمعية المصارف أكرم عزوري أو أمينها العام مكرم صادر الذي حضر مع النائب نقول نحاس وغادر معه دون الإدلاء بأي تصريح. مكرم، فينا نأخذ منك تصريح؟ طبعا. تصريح واحد. ما عدلي صفة. بصفتك أستاذ مكرم صادق. شخصيا. أستاذ مكرم، صفتك تتفوق على صفة الجميع. إصرار النواب على حماية المودعين مستمر في التصريحات على الأقل. اليوم صارت اللجنة تنشأ بمجلس الوزراء، مش تنشأ تلقائيا، والأمر الأهم فيها أنه كل النصوص التطبيقية لعمل هذه اللجنة أيضا تصدر بمراسيم بعد موافقة مجلس الوزراء. جرى الاتفاق في اللجان على تعديل المادة الثالثة المتعلقة باللجنة التي تنظر في الاستثناءات بحسب القانون، كما أن إصرار النواب على حماية المودعين مستمر في التصريحات على الأقل. لأنه هذا القانون ما له علاقة بالمودع كمودع، ما له علاقة بأصول المودع، له علاقة بإعطاء الاقتصاد حجم جديد، قدرة جديدة، لنرجع نبني كلنا سوا القدرات المالية. هناك نقاط كثيرة نحن أكدنا عليها انطلاقا من ثابتة أكيدة هي كيفية الحفاظ على أموال المودعين. مشروع القانون لا يمكن فصله من اليوم فصاعدا عما تسرب من أجزاء لمسودة خطة الحكومة لترميم القطاع المالي. تشير المسودة إلى أنها ستشطب 60 مليار دولار من التزامات مصر في لبنان بالعملات الأجنبية إزاء المصارف التجارية، وهذا المبلغ هو فعليا أموال المودعين. ثم تشير المسودة إلى أن احتياجات إعادة رسملة النظام المصرفي تزيد على 72 مليار دولار، وهذه الخسائر إن لم توضع بالحسبان فلن نتمكن من استعادة الثقة بالقطاع. وعليه نصل إلى السؤال عن جدوى قانون وضع ضوابط مالية على رأس مال لم يعد موجود، وأي حماية يصر عليها عدد من النواب صونا لودائع لم تعد موجودة باعتراف الحكومة. أكيد حضرتك طلعت على ما تسرب عن الخطة واللي عم تتوزع على الوزارة حينما يتم التحديث عن شطب 60 مليار دولار من ديون مصرف لبنان للمصارف، وأيضا إعادة رسمة لشمل القطاع المصرفي 172 مليار دولار. عن أي حمالة لأي رأس مال عم بيحاول يحمي هذا القانون؟ هالقانون يلي طلع أنا أسمع شفت مندرجته كله، بس أنا يعني نوعا ما إذا بدي أرجع للكل القوانين اللي تبع الإصلاحات، هو ده موضوع إصلاحي بالأساس. هذه الخطة خطة إصلاحية، وبناء عليه بتاخذ بعين الاعتبار الخسائر يلي قالتها الحكومة بتوزعها، بدنا نشوف كيف موزعتها. طبعا ما طلعت عليها حضرتك؟ لا أسا بالعمل أسا لا، ما أسا عم يدسوه الوزارة، بدنا نشوف، بس عندي تفاصيل عنه نوعا ما. أنت مستشار وأيضا رئيس الحكومة، بس ما بدي أعطي تعليق قبل ما أشوف الوزارة هني شو بدنا نعلق عليه. بس هذه الخطة اللي هي على أساس عمل برنامج مع الصندوق وصار اتفاق واللي رحب فيه الرئيس بري. لا خلينا ننتبه، نحن رحبنا بالمباحثات المبدئية بالاتفاق على الاتفاق، مش باتفاق، ما صار في اتفاق أبدا، الكلام كتير دقيق. حتى الحكومة، رئيس الحكومة وفخامة رئيس الجمهورية حكوا بوضوح عن أنه اتفقنا على أنه نتفق. غدا الأربعاء تستكمل اللجان النقاش في مشروع قانون يأتي بحسب الاتفاق المبدئي مع الصندوق في آخر الأولويات، فيما يصر عدد كبير من النواب على إمراره قبل الانتخابات النيابية وقبل أي إصلاحات وشروط أخرى. أدم شمس الدين، قناة الجديد.